النشاط الاقتصادي كانت توجه اتهامات دائما للجانب التركي بانه النشاط الاقتصادي التركي في مصر يتجه الى مستثمرين او رجال اعمال او اصحاب ثروات ومشروعات ينتموا للاخوان المسلمين. اعتقد ان هذا تفسير خاطئ تماما للواقع أن هناك مليار دولار تم تقديمها في صورة قرض للحكومة. وأنا أعتقد أن مسألة المناقشات التي دارت حول هذا الأمر بدأت عندما قام الرئيس وقام وزير رئيس الوزراء الحالي عندما كان وزيرا للبيئة التواصل مع نظيره التركي. نحن نحتاج أن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد. إن مصر تحتاج إلى دعم مالي لتحقيق الاستقرار وللحفاظ على هذا الاستقرار وأيضا على قيمة عملتها. إذا كان هذا القرض التركي تم ضخه للخزانة المصرية وتم استخدامه، أعتقد بأنه قد تم استخدامه لتعزيز العملة المصرية في هذه الفترة الحيوية. وفي الوقت الحالي قد إذا لم يكن قد تم منح هذا القرض، ربما وصل سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري إلى 12 جنيه مصري. ومن ثم كان هناك رغبة لدينا في تقديم المساعدة من جانبنا في هذه الفترة الحيوية. من ثم فإن الاستثمارات التركية بدأت في التوسع مؤخرا، وذلك بناء على اتفاقيات تم توقيعها بين مصر وبين تركيا، وكان ذلك استكمالا للعلاقات ولن تكون مرتبطة برجال أعمال يمثلون اتجاه سياسي معين. دعني أخبرك ودعني أنهي هذه الجزئية. 95% من الاستثمارات التركية الآن يمكننا أن نقوم بتصنيفها قد ترك كانت متركزة في الفترة من بين 2007 و2011. إذا سألتني عن هذه التصنيف، أعتقد أنه من هذه الفترة من 2011 حتى الآن يمكن الإشارة إلى 4 أو 5 مجالات رئيسية مع هناك ليس هناك تصنيف في هذه الفترة تحديدا، بل التركيز على شركاء محليين.